بمساندة التحالف الدولي تستعد قسد لاقتحام سجن الصناعة جنوب الحسكة بعد استعصاء عناصر تنظيم الدولة وتحصنهم فيه في رابع أيام المعركة. أمام البوابة الرئيسية للسجن تقف 6 عربات أمريكية قتالية من طراز برادلي و4 سيارات هامر وعشرات الجنود الأمريكيين في وقت حلقت فيه طائرات F-16 في أجواء المنطقة لتتدخل للمرة الأولى في عمليات التحالف منذ انتشار الجيش الأمريكي شرقي الفرات. المسؤول الإعلامي في وحدات حماية الشعب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية سيمند علي قال إن قسد قاب قوسين أو أدنى من إحكام السيطرة على السجن وإنهاء الاستعصاء وحالة التمرد على حد تعبيره. الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية فرضت حظرا كليا في الحسكة يبدأ من اليوم الاثنين ويستمر ل7 أيام تمنع من خلاله الحركة بين المدن الخاضعة لقسد. حظر قالت إنه بهدف منع أي تسلل خارجيا لخلايا التنظيم. محافظ الحسكة التابع للنظام اللواء غسان حليم خليل وخلال تصريح لجريدة الوطن الموالية شكك بكل ما يجري في حي غويران ورجح وجود مخطط أمريكي لتفريغ المناطق القريبة من القاعدة الأمريكية واصفا المشهد بأنه عملية تهجير ممنهجة. اليونسف حذرت من تعرض سلامة نحو 850 طفلا رهن الاحتجاز شمال شرق سوريا لخطر جسيم بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 عاما. وفي هذا الخصوص قال ممثل اليونسف في سوريا بو فيكتور نيولوند في بيان صحفي مع استمرار القتال يزداد خطر تعرض الأطفال للأذى والتجنيد القسري وقد يمتد العنف أيضا إلى سجون أخرى داخل المخيمات وفي المجتمعات المحلية. تستمر اشتباكات الحسكة بين قسد وتنظيم الدولة مع سقوط عشرات القتلى من الطرفين ويستمر بالتوازي تهجير المدنيين من بيوتهم ولا أحد يعلم كيف ستكون المعادلة الأخيرة بعد انتهاء هذه الأحداث.